اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. اللقطات المباشره اللي حضراتكم شايفينها في النصف الايسر من الشاشه هي فعاليات الزياره اللي بيقوم بيها الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الى المملكه العربيه السعوديه. وصل صباح اليوم الى السعوديه علشان يحضر بكره القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه. والحقيقه واللحظه دي دونالد ترامب موجود في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، والملك سلمان عاهل السعوديه عامل له احتفال كبير ورقص بالسيوف والفولكلور السعودي والخليجي. وواضح ان ترامب يعني مبهور بالحاجات دي، هو بيحب الحاجات دي. بالاضافه الى انه هذه الزياره لازم تتحط في سياقها الصحيح، هي أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الأمريكي منذ أن تسلم مقاليد السلطة في 20 يناير 2017. معنى إيه الجملة اللي أنا بقولها؟ إن أول دولة